طيب، ثلاث قمم عربية مرتقبة متنوعة بين سياسية واقتصادية وعربية أوروبية مشتركة، فيعني هلا تطلعنا إذا تفضلت عن آخر المستجدات بشأن التجهيز لهذه القمم، وما هي أبرز الملفات أو القضايا التي من المحتمل أن تناقش خلالها؟ شوف حضرتك، احنا عندنا ثلاث ملفات زي ما قلنا في الفترة اللي فاتت، شرحنا الوضع الآتي. عندنا قمة تنموية في شهر يناير في بيروت في لبنان، 20 يناير. القمة دي هي القمة الرابعة من نوعها، في قمة أولى في الكويت سنة 2009، قمة تانية في مصر سنة 2011، قمة ثالثة في الرياض سنة 2013، ثم توقفت المسألة لمدة 6 سنوات. ليه توقفت؟ يعني الظروف اللي مر بها العالم العربي، وما كانش فيه يعني اهتمام أو تركيز بالتعامل مع المسألة التنموية، رغم أن المسألة التنموية هي في صميم إشكالات وأزمات المجتمعات العربية. ومع هذا من الجيد أنه الدول اتفقت أخيرا على أنه تعقد هذه القمة مرة أخرى، وتحت هذا المسمى القمة التنموية اقتصادية واجتماعية، وشعارها السنة دي الإنسان محور التنمية، لأنه في استشعار أن الإنسان العربي يجب أن يكون هو محور التنمية التي تتم. فبالتالي القمة لن تناقش أي مسائل سياسية، هي قمة حصريا للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، موضوعات التنمية. القمة الثانية اللي هي الشهر اللي بعده في مصر إن شاء الله في 24-25 فبراير، هي قمة تاريخية، لأن أول مرة تحصل، هي أول مرة قادة الاتحاد الأوروبي وقادة الجامعة العربية يجتمعوا سويا ويقعدوا ويتناقشوا في موضوعات ذات اهتمام مشترك. فتقولي هو أول اجتماع، أقول لك لا، مش أول اجتماع، لكن أول اجتماع على مستوى القادة. الوزراء قعدوا مرات كثيرة، كبار المسؤولين بيجتمعوا بشكل دوري، مفيش مشاكل، إنما أول مرة تحصل إنه القضاء يقعدوا، وبالتالي هي قمة تاريخية. حصل اتفاق عليها على مستوى الوزراء وبتنفذ الآن، أو هتنفذ إن شاء الله في فبراير. القمة الثالثة هي القمة العربية الدورية، اللي هي القمة رقم 30، القمة العربية رقم 30، دي هتقام في تونس في آخر مارس إن شاء الله، في 31 مارس، وبالتالي هي القمة العربية اللي احنا معتادين عليها، اللي هي فيها كل الموضوعات مفتوحة من سياسية إلى غير سياسية، وهي القمة اللي مفروض إنها بتناقش وضع الجامعة وبتناقش أي مشكلة مطروحة ترغب الدول في مناقشتها. فدول تلات قمم هيجوا لأول مرة برضو في تاريخ الجامعة العربية، ثلاث قمم متتالية في ثلاث أشهر متعاقبة، فده طبعا بيضع على الأمانة العامة عبء كبير، لكن إن شاء الله نقدر نقوم بيه.